Little Pepe, we adore you. You're gonna stay in our hearts forever and ever and ever. Shwiq Little Pepe, Mati Khlita Til Pepe, Uprishli. أعزائي المستمعين، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. سام قسطو يحييكم من إذاعة صوت الجالية من ديترويت. هذه الإذاعة حرة مستقلة جريئة تراثية ثقافية اجتماعية بعيدة عن العنصرية والطائفية. من إعداد وتقديم أنا أخوكم سام قسطو والمخرج جورج عربو، معكم على الهواء مباشرة كل يوم جمعة من الساعة 11 مساء وإلى منتصف الليل. نرحب في آرائكم وانتقاداتكم. إذاعة صوت الجالية في خدمة الجالية، ما يخص الجالية في مجال الثقافة والتراث العربي والكلداني. شاركونا في هذه الساعة التي تنقلنا إلى أرض الوطن، أرض آبائنا وأجدادنا، الأرض الطيبة التي قضينا فيها طفولتنا وشبابنا، الوطن الذي يميزنا في عاداتنا وتقاليدنا وحبنا لبعضنا واشتياقنا لهذا الوطن الجريح. ابقوا معنا. أعزائي المستمعين، كنت أتصفح الفيسبوك ونال إعجابي شاب صغير جالس على مصطبة ينتظر باص المصلحة، والجو بارد جدا جدا، وبدأ هذا الشاب يرتعش من شدة البرد والمكان مزدحم. هل تعلمون أعزائي أن أكثر الناس الذين وقفوا في انتظار في باص المصلحة جميعهم من أعطى له كفوف ليلبس وبلوس وشاكيت أو قابوط أو لفاحة، وحتى قسم منهم قام بحضنه حتى يتدفى ولا يصيب بالبرد، وفي الأخير واحد أخذ في سيارته واشترى قابوط ولفاحة. هذه هي الإنسانية، هذه هي البشرية في الدول الأوروبية والغربية. هذا الشاب كان غريب لهؤلاء الناس، لكن نحن عندنا أهل بدون بيت ولا قابوط ولا بطانية، وانتظروا كثيرا إلى أن وصلت المساعدات من الدول الغربية. يا للعار على جميع هذه الدول العربية وخاصة القيادة العراقية. هذا الشاب كان يتمرض لولا هؤلاء الغرباء. أعطوا وكسوا وساعدوا، ونحن لنا أهل وهم مهاجرين، أولادهم يرجفون من البرد، شيوخهم يموتون من القهر ومن المرض ومن الحرمان. شيء مؤلم جدا أن يسعى الغريب إلى قبة كنيسة، الكنيسة المقدسة، وأن يكسر ويلقي الصليب من أعلى الكنيسة وهو يصيح تكبير
والجميع مع أشد الأسف يقولون الله أكبر. من بدل أن يقولون استغفر الله، والشيء الذي يؤلم أكثر أن مرت أيام وأشهر والظلم بازدياد، والأبرياء يذهبون شهداء لأعمال إجرامية غير إنسانية. لكن مع كل هذا نقول يا رب اغفر لهم، لا يعلمون ماذا يفعلون. لكن إلى متى يا أعزائي المستمعين؟ إلى متى تبقى المدارس فارغة؟ إلى متى تبقى الأبواب مفتوحة ومكسورة؟ إلى متى تبقى الضمائر متحجرة؟ إلى متى تبقى الكنائس بدون صليب، بدون قص، بدون شماس، بدون ناس؟ إلى متى تبقى الجبال مأوى للبشرية ويكون عرض للوحوش؟ حتى الأطفال الصغار لم ينجوا من لدغات الأفاعي المسمومة. إلى متى؟ هذه الكلمتين على لسان كل البشرية. إلى متى يتحقق جزء من هذه الكلمة البسيطة؟ لأن هذه حقيقة وليست حلم، هذه حقيقة وليست قصة خيالية. أعزائي المستمعين، نحن نستطيع أن نكون جزء من هذه الحياة الصعبة التي سوف يخلدها التاريخ لقساوتها وغرابتها وبقائها لأشهر عديدة مع أشد الأسف. فأرجو منا جميعا على المساهمة بأي شكل من الأشكال، في المساعدة، في الاشتراك، في أي شيء في سبيل هؤلاء أهلنا وأحبتنا الذين هم بحاجة ماسة إلينا في هذا اليوم البارد المثلج القاسي الحزين. وأجرك عظيم، وسوف تنال مكافأتك في يوم الدين. آمين. اسمك يا وطن، يا الطاهر ترابك، لا يهمك اش ما دمر، اصبر 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 على مصابك. اسم الله على اسمك يا. اعزائي المستمعين، اليوم ثلج وبارده جدا. طبعا نحن داخل بيت او سياره او مكان شغلنا او في المول او في شيخانه او في نادي. طبعا في كل هذه المكانات يوجد تدفئة مركزية، وإذا أنت في الكازينو ولا سامح الله يكون الجو ألطف وأدفع. عزيزي المستمع، أينما كنت المفروض أن تكون الآن مع عائلتك، لأن الدنيا ليل وباردة وثلج. وأحلى شيء أن غدا سبت ولا يوجد مدارس، وأنت أمامك البيك والمزة، ألف عافية، والعشاء في تالي الليل. طبعا اسمحوا لي أنا أتكلم، لأن هذه الإذاعة هي إذاعة صوت الجالية، ونحن اتفقنا على أن تكون من الجالية وإلى الجالية. وإذا أتكلم كلام لا يليق بهذه الإذاعة تستطيعون تبطلوني أو نقفل الإذاعة، وأنا أرتاح وأنتم ترتاحون وجورج عربو هم يرتاح. أعزائي المستمعين، كل واحد منا خلق لسبب، وكل واحد منا عند رسالة مكتوبة على جبينه تبدي باسمه وعنوانه وتنتهي في آخر يوم في حياته، وسجله محفوظ عند الرب إلى الأبد، ليكون كتاب حياتنا نظيف، ليكون طريق حياتنا مستقيم، ليكون حبنا لبعضنا، ليكون إحساسنا تجاه أهلنا جميل.
أعزائي، نحن الشرقيين عندنا مميزات خاصة بنا وأكثرها جيدة جدا، ومنها هي الإحساس والعطف والشهامة والرجولة والمساعدة والعطاء والحب. نأخذ الإحساس، هذه صفة مميزة عندنا، بحيث عندنا إحساس إذا غلط علينا شخص لا ننسى ذلك لسنين طويلة، لأن ذاكرتنا قوية لا ننسى بسهولة ولا ننسى. والتأكيد على ذلك المثل الذي يقول إذا أخذت ثارك بعد 40 سنة أنت استعجلت. حاسة العاطفة هذه حاسة جميلة جدا عندنا، لكن مشكلتنا إن الذي بحاجة إلى عطف يجب أن يسأل ويطلب، وكذلك المساعدة والعطاء، لا نساعد إلا من يطلب المساعدة منا. مثلا الأمريكان في كنائسهم لا يوجد تبسية، بل يوجد اشتراك، أي كل فرد يرسل تشيك إلى الكنيسة ويكتب عليه كم للكنيسة وكم للفقراء وهكذا. لكن مع الأسف نحن لا نعطي إلا عندما توصل سلة التبسية أي التبرعات إلى أمامنا في القداس، ويمكن بعض الأحيان لا نريد أن نعطي لكن نستحي من الذي جالس بصفنا. نحن مختلفون، مشكلتنا هي الإدارة، أو خلي نسميها القيادة. القائد يجب أن يكون أب وأخ وصديق، وأن يتقبل كل الانتقادات، وأن يكون ذكي في القيام في اختيار من هم في القيادة بعيد عن مصالحه الشخصية. نحن ناس فينا كثير من الصفات الجيدة، وأهمها هي الاحترام، التقدير، الإيمان، حب الجار، حب وإطاعة الكنيسة، وهذا أجمل ما فينا. عندما يكون لنا مشكلة أول شيء تذهب إلى الكنيسة وتصلي وتطلب المساعدة من الرب، وإذا عائلية تطلب من أبونا الصلاة والمساعدة والتدخل في حياتك الشخصية، وهذا أجمل شيء، وهو أن تعترف أن لنا سند وحائط نتكي عليه في مشاكلنا وصعوباتنا، وهذا الحائط القوي هو الكنيسة. وكلنا نعلم أن الرب بنى الكنيسة على صخرة، فلا تخاف أبدا من الذهاب إلى الكنيسة مهما كانت العواصف والثلوج والأمطار، ولا تخلق أي عذر ليمنعك من أن تقضي ساعة كل أسبوع في بيت الرب. اليوم الجالية بحاجة ماسة للاعتراف أمام أبونا، وهذا الاعتراف ليكن جماعي وأول من نوعه في حياة الجالية، لتكن الجالية قلب واحد، قيادة واحدة، كنيسة واحدة، جمعية واحدة. ولا ننسى أن الاتحاد قوة والافتراق ضعف. لنكن كلنا قلب واحد ونعترف ونقول أبونا نحن استغلنا هذا البلد وأخذنا كثير من الأشياء الغير جيدة وتركنا كثير من الأشياء الجيدة في هذا البلد العظيم، فيا رب اغفر لنا وارشدنا إلى الطريق الصحيح. أعزائي المستمعين، لنا قيادة عظيمة وهي الكنيسة، وكلنا لنا آذان صاغية وتسمع كلام الكنيسة. لذلك أرجو من جميع رجال الدين أن يساعدونا في كرازتهم، وأن يكونوا كنائس كما كانوا هم، كانوا الآباء والحكماء وأصدقاء لنا، والكل يسمع كلامهم. ولا ننسى الراهب هو أبونا، والمطران هو أكثر من أبونا، والبابا هو تاج راسنا، وكلهم جميعا شمعة في طريقنا، شمس على كوكبنا. تراهم ملوك جالسين في القداس، ونحن نسمع وننفذ كل ما يقولون ويبشرون. أعزائي الذين في صدر الكنيسة، بشروا وأنصحوا الذين جالسين أمامهم بآذان صاغية، وأنتم سادتي على علم بكل مشاكل الجالية من صغيرة ومن كبيرة، وإذا جميعنا نتفق نستطيع أن نقضي على كثير من المشاكل، وإذا قلت مشاكلنا نستطيع أن نتقدم وننتج ونتحسن ماديا ومعنويا، ونكون أحسن بكثير من وضعنا الحالي. أعزائي تتذكرون أيام زمان عندما كنا نذهب إلى حفلة زواج، كنا نفرش المسرح دولارات، بدت بالسنجل أي دولار واحد، وزادت إلى 5 وإلى 10، إلى أن وصلت أبو مئات دولار. تصور كنا نرمي على رأس العروسين دولارات إلى أن وصلت إلى أبو مئات. عندها قامت الكنيسة، والله يحفظ أبونا عندما صار عصبي في القداس وقال كفى 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 عادات سخيفة،
يجب على الجالية أن تقف من هذا العمل المغزي، والحمد لله لا ترى على المسرح منذ ذلك الحين ولا دولار على المسرح، بل ترى ورد حلو وجميل حول العروسين، وهذا ما يشجعهم أن يبنوا حياة جميلة لمستقبلهم. هذا هو موضوع اليوم، هو أن نحن نسمع الكنيسة تقول هذا زين وهذا شين، قوموا به، وهذا عار وهذا خزي وهذا يؤذي، لا تقومون به. الشين والزين هو الحب والعطاء والمساعدة، ولا ننسى في هذه الأيام كم نحن بحاجة إلى مساعدة، مساعدة المهاجر والفقير والمشرد والمريض والذي بعيد عن بيته وقريته وكنيسته وأهله وجيرانه ومزرعته، والأشياء الغير جيدة التي يجب أن نستغني عنها أو على الأقل نقلل منها كلنا نعرفها، وهي الحسد والثرثرة والاستغلال والفساد والابتعاد عن الكنيسة والإبذار. وواجب علينا أن نسمع إلى أبونا الأب الذي هو أبونا وراعينا وخايف علينا وعلى مستقبلنا ومستقبل أولادنا وشعبنا ووطننا، ودمتم تحت حماية رب العالمين، آمين. أعزائي المستمعين، سوف نسمع الآن بعض أبيات عن تلكيف، وصدقوني هذا الشاب الذي أرسلني هذه الأبيات الشعرية عن تلكيف هو رجل غير مسيحي. شعب ضايع بين الحيطان يستجدي بحزن وبصوت نايح، مذلول غريب مال اللي آوي وهم بقد جبل بين الجوارح، ويا الموت هسه عايش بضيم وقضى عمره لجل العيش كادح، واطفال بالخيام ماتوا وشياب، وانتم حكومة حزن بس بالملامح، بكل مصيبة بس هو الخسران، وحتى بالمصايب انتم الرابح، خذلتوهم وظلوا متشردين، وانتم واحدكم بس بالنهب فالح. ويا حكومة عاشة بترف دوم،
وارد النفط لجيوبكم رايح، والشعب خيم برد ومراض، ربي يجعل حظكم الطايح، وفضاي طلع قد نص الجيش، والباقي أمره صار فاضح، يا من بعتونا برخص الأثمان وبس بالشعارات صوتكم صايح. أعزائي المستمعين، كل شعب من شعوب العالم لا ميزة خاصة، كثير منهم جيدة وقليل منهم غير جيدة، وطبعا نحن كعراقيين من حقنا أن نفتخر بقسم من طبائعنا المميزة التي موجودة في دم كل عراقي مهما ابتعد مهما هاجر أينما كان، ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه في مجال الكرم والأخلاق والمساعدة والعطاء. العراقي لا ينسى فضل أو مساعدة قدمت له، ولا ينسى إهانة أهين بها، ولا ينسى صديق أو جار مهما ابتعد وهاجر. الأم العراقية مميزة من بين كل أمهات العالم، من شخصيتها، من حبها للوطن، من خدمة البيت والعائلة، وأهم شيء الأصالة في تقديم كل ما هي مبدعة به، وهو كرمها وضيافتها وتقديم خدمات لكل من يدخل بيتها، وتعاملهم معاملة كأنها مع أهلها وإخوتها وأولادها. أقول لكم بعز وبشجاعة أيها الرجل العراقي، هنيئا لك هذه الإنسانة الجميلة الرقيقة العطوفة الحنونة الخدومة. ولا تنسون أحبائي المستمعين، هذا هو السبب أن العراقي من أولى الدول العربية الذي أعطى حقوق المرأة أيام زمان، عندما كان هناك قيادة عظيمة حكمت بعقول متفتحة ومتقدمة، وحافظت على هذه المخلوقة الرقيقة المحبوبة التي حتى بعد الهجرة لسنين طويلة لم تنسى إنها عراقية راقية. اسمعوا ماذا حصل قبل أيام في بيت هذه الأخت التي أبهرت عيوننا وعيون الأمريكان. عندنا عمال صيانة يقومون بواجبهم التي هي تصليح بيوتنا التي مؤجرة لناس من دول مختلفة هنا في ميشيغان. في كل يوم يأتي لي تليفون لتصليح بيت من بيوتنا، طبعا أنا أقوم باتصال بالعمال وأعطي لهم العنوان، وعندما أقول لهم البيت الفلاني في تصليح، أرى الإجابة بسرعة والهمة قوية والإنجاز جميل وبسرعة، ولكن لاحظت أن العمال عندما أرسلهم لتصليح بيت ساكنيه عراقيين، أرى أن كل العمال يتوسلون بي أن أختارهم للذهاب إلى بيوت العراقيين. ونال انتباهي أن النجار الأمريكي هو الذي يريد أن يكون الأول لتصليح بيت المؤجر العراقي. سألت مساعد هذا الأمريكي الذي هو عراقي وقلت: أنت عراقي وأعلم أن من حقك أن تفرح عندما أرسلك إلى بيت عراقي، لكن هذا الأمريكي شنو مشكلته؟ عندما أرسله إلى الأمريكان يروح من وراء خشمة، وعندما أرسله إلى بيت عراقي أشوف هو يوصل قبلي. ضحك العراقي وقال: اسمع يا سام وأنت أحكم. قال: هل تتذكر عندما أرسلتنا إلى ذلك البيت الذي بقينا فيه 3 أيام؟ قلت: نعم أتذكر. قال: هذا النجار مالتك الأمريكي كان يستطيع أن يصلح البيت بيومين، لكن بقينا 3 أيام، والسبب هو كل يوم كنا نفطر ونتغدى في ذلك البيت، وهذا الأمريكي ضاعت عليه الحزبة، ضاعت عليه الأسامي، قام الكبة يسميها دولما، والكاري يسميه فاصوليا، والبرغل يسميه بقوتا، والشاي العراقي يسميه من بدل جرين تي سمى أطيب تي. ولا تصدق يا سام، آخر يوم جاب معاه زوجته وأولاده، وكلنا أكلنا باتشا في نفس البيت. قلت له: شوف، من هسه ورايح أخذ وياك أكل سفري تقو، وقول لهم هذا لصاحب البيت
وإلا نطردكم أو سوف نزيد الإيجار. هذه هي بيوت العراقيين التي هي مطعم للرايحين والجايين. هذه هي ضيافتنا وعادتنا وتقاليدنا وما مها نخترب وبعدنا عراقيين. ومني هدية لكل أخت عراقية هذه الكلمات البسيطة: ماكو مثل العراقية من تمشي في الشارع الكل ياخذ لها تحية. إذا أنت مريض تقول سودة علي، وإذا أنت غلطت تقول احسبها علي. في كل ثقل وحمل تساعد وما تقول ما علي. إذا أنت تعبان تقول لها تعالي غسلي رجلي. العراقية ما تخون، تبقى عمره كلها وفية. كون جيد وياها تشيلك مثل الماء في الصينية. لا أحب العراقية لأني عراقي، بل لأنها الوحيدة التي تفهم علي. لو حبيت أردنية كل ربع ساعة تتمقلج علي. ساعة تقول لي أنت ضعيف، وساعة تقول لي أنت ما عندك شخصية. أقلها أنت ما تفهميني لأنك مو عراقية. لو حبيت سورية تشوفها كل شوية تدلع علي. كل شي ما تسوي وكل دقيقة تقول تعال نحكي شوية. أقلها أنت ما تفهميني لأنك مو عراقية. وحتى اللبنانية دمها بارد مو حار مثل العراقية. لو حبيت مصرية تلبس قليل وتقول هل هذا حلو علي؟ أقول لا، ماكو مثل العباية والحنة على عيون العراقية العسلية. من حيث الحرارة كلهم ثلج، لكن عراقيتي حرارتها 100 درجة مئوية. وعندما تطل علينا تطل كالشمس على الكرة الأرضية. الله يخليك، الله يحفظك، الله يطول في عمرك يا أختي العراقية. أكيد بحالك يضحك نهارك يا وطن ويلي لك. جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي، شتريد اطلب منا ونسوي لك. من اطلب اللي تريده كيفك تدلل، انت وطننا نريدك ارجع الاول. من اطلب اللي تريده كيفك تدلل، انت وطننا نريدك ترجع الاول. يا حبنا الاكبر نحبك اكثر، الله اكبر. نقف لك احنا نبوسك من جبينك، ننطي كل شي وما نوفي بدينك. مرت عليك ايام صعبة هواية، الله يساعد قلبك الله يعينك. انشد حزمنا بزادك يا وطن كلنا، نبنيك حتى نشوفك قطعة من جنة. انشد حزمنا بزادك يا وطن. طبعا أنا على موعد معكم في كل يوم جمعة أن ألقي لكم قصة. رجل ذكي هاجر من بلد إلى بلد ورمى الدهر إلى مملكة فيها ملك على طول يجمع الفقراء ويقدم لهم أكل في مطبخ قصر. أراد هذا الذكي أن يتقرب إلى الملك، نشر خبر أنه يعلم الغيب وإنه ذكي. أرسل إليه الحرس وجابوه إلى القصر وقال أنا تحت خدمتك يا مولاي. أخذ الملك حتى يشوف الفرس الأصيل الذي عنده. قال الذكي هذا الفرس أحسن فرس لكنه غير أصيل. ذهب الملك إلى صاحب الفرس ليتأكد، قال له صح هذا الفرس أم صح
هذا الفرس أم ماتت وشربنا حليب مال بقر. قال الملك اعطوا هذا الذكي أكل دسم. وثاني يوم تعرف الملك على زوجة الملكة وغادرت وهي تمشي في القصر. قال الملك هذه ملكة بنت فلان ملك. جاوب الذكي هاي صح ملكة لكن ليست بنت ملك. عندها غضب الملك وذهب عند أبيها وقال الأب صح زوجتك مو بنتي لأن كان لي بنت عمرها سنتين ماتت وسترنا عليها وأتينا بغجرية مكانها لكن هذا سر عظيم شلون عرفت؟ جاء الملك وقال اعطوا أكل أزيد وصحي حتى يزيد ذكاء. وفي ثالث يوم قال الملك أنا ملك وابن ملك. عندها وقف الذكي وقال مولاي العفو أقاطعك أقول لك شيء صح أنت ملك لكن أنت لست ابن ملك. غضب الملك كثيرا وذهب عند أبوه. قال أبو نعم هذا أبو الملك. قال نعم يا ابني أنا عقر وتبنيناك من هذا الطباخ الفقير وجعلنا منك أحسن ملك. عندها قال الملك للذكي أعطي لك الأمان لكن اشرح لي كيف علمت كل هذا. جاوب الذكي وقال هذا الفرس يأكل ورأسه على طول إلى الأسفل. الفرس الأصيل لازم يكون على طول رأسه مرفوع وزوجتك مشيتها مو مشيت ملوك تمشي وتتدلع. جاوب الملك كل هاي أوكي لكن شلون عرفت أني ابن الطباخ. ضحك الذكي وقال يا مولاي الملوك يهدون ذهب وألماس وياقوت إلى فتاحي الفال لكن أنت كل يوم وكل ما أقول لك فتشي من الماضي تعطيني أعطيني أكل ودجاج يومية ذابح لي خروف عبالك أنا يومية معزوم عندك. لكن لا تخافي يا ملك هذا الطباخ أكل مميز لأنه كان يطبخ إلى ابنه. وعندها استدار الذكي وقال لي هاسم شلون القصة؟ قلت له أكيد أنت عراقي. قال شلون عرفت؟ قلت له ماكو هكذا ذكاء بين المهاجرين إلا للعراقيين طبعا مع احترامي لكل الجاليات الكريمة. السلام شاكر من أجل العراق ستة ستة رد بالك يا سلام رد بالك يا شاكر الآن تنتهي من حب الخضر يجريه لك باش يهنيوك وتفرحوا مع بعض في حلقة اسمه انتصار. علي رضا تحت ضرب النار في ضرب اختبار في أصعب امتحان. سلام شاكر جول نعبر ضاعت سنخرج يا الله يا الله يا سلام يا شاكر يا شاكر جول عراقي مر العراقي مر العراقي يعبر للسيمي فاينال. مبروك العراق مبروك يا دول الوصول مبروك بزائر الوصول مبروك بتاريخ الوصول. العراق يعبر للسنائي عادوا من بعيد 7-6 7-6 إيران أوت العراقيين. العراق في المربع الذهبي عقدة الربع نهائي تنتهي اليوم عقدة الربع نهائي خلصت الآن بعد 4 إقصاءات في دور الثمانية. العراق تعبر رضا على اليمين سلام شاكر يسار يبقى في ثوب البطل يبقى يتوسم في ثوب الوصول. الله الله العراق إلى نصف النهائي العراق إلى نصف النهائي. انتهى الصوت وبحت الأصوات 3 ساعات من الانتظار 3 ساعات من انتظار الفرحة. المنتخب العربي العراقي يكسب الريان الحمد لله يا العراقي. كنت معاكم في نهاية 2007 والسفاح واليوم أعيش معكم أو عيشتوني حلمكم عيشتوني فرحكم وشاركتكم شاركتكم كل العرب من المحيط إلى الخليج. مبروك للعراقي مبروك للوصول ماتش تاريخي تاريخي 7-6 ركلات الترجيح للعراق بعدما انتهت الدراماتيكية هيتشكوكية 3-3 في ماتش. سلام شاكر رقم 14 سجل هدف تاريخي. ألف 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 مبروك لفوز عراق. العراق يبكي منذ سنين طويلة لكن اليوم بكاء أهلي وشعبي العراقي هو من شدة الفرحة.
من كثرة الحزن تدفقت الدموع في عيون كل العراقيين حتى الأجانب، لأنهم قالوا العراقيين حزينين لسنين طويلة. هذا انتصار في الملعب، لكن هناك انتصارات أخرى كثيرة نصلي أن تتحقق لهذا الشعب المظلوم، لهذا الشعب الخدوم الذي لم يذوق طعم الفرح من سنين طويلة. واليوم سالت دموع الفرح من عين كل عراقي صغير وكبير. هنيئا لنا الفوز، هنيئا لنا الفرح، هنيئا لنا هذه الدموع الصافية من قلوب حزينة. عادت الفرحة إلى وجوهنا، وإن شاء الله اليوم الذي نفرح برجوع كل مشرد إلى بيته، وكل ضايع إلى أهله، وكل غريب إلى بلده، وكل سائح إلى أن يزور أجمل وأحلى بلد في العالم. لأن هناك حمورابي وقلقامش وآشور ونينوى وسامراء وجبال زاهية خضراء. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك يا عراق. يا الله يا الله، يا سلام يا ساكر يا ساكر، جول! عراقي مر، العراقي مر، العراقي يعبر للسيمي فاينل. مبروك يا العراق، مبروك يا دول الوسود، مبروك بزاير الوسود، مبروك بتاريخ الوسود. حمود ابو الغيره، وسلم من سما والرايه من فوق الجد وسط القلب شالوها. اعزائي المستمعين، رساله من صديق يقول: لماذا لا تفتح الخطوط حتى نقيم الاذاعه وهذا من حقنا؟ صديقي العزيز، ارحب في هذا السؤال وانت على راسي. اولا، تليفون الاذاعه 248-557-3300 بالعربي 248-557-3300 بالسورف 248-557-3300. شفتوا، نسيت السورف ونسيت العربي، راح أحكي بالفصحى. أيها المستمعين الأفاضل، طبعا هذا مو أنا، هذا هو أنا سام قسطو من إذاعة صوت الجالية. أعزائي المستمعين، الإعلام أو الإذاعة هو نفس الشيء بالنسبة لي. الإعلام رسالة، رسالة إنسانية أو فيديو سجل في أيام زمان في أحلى مكان. هذا الفيديو يكون أحلى وأحسن وأجمل فيلم شفته في حياتك، لأن الذكريات الجميلة في قرانا البسيطة وفي حياتنا المتواضعة يجب أن لا ننساها أبدا. فأحب الإذاعة، إنها هدية مني لك، لأنني حالفني الحظ أن أكون في خدمة بلدي وشعبي وأهلي وأصدقائي وقريتي. يمكن لم أكن مؤهل للإعلام، لكن كان هناك قوة وجاذبية في داخلي في الأيام الأخيرة، إذ أنا أتذكر وأنتم تتذكرون الماضي الجميل. ولهذا سبب ولدت إذاعة صوت الجالية في هذا اليوم. وهذه الإذاعة ليست مادية أبدا، ألف الحمد لله، لذلك لا تؤثر على أي شخص. بالعكس، مدحت كل أساتذة الإعلام وقدمت كل ما هو محزن وجيد ومفيد. هذه الإذاعة بسيطة، لكن كل قصصها مبدعة ومؤلفة من واقع أحلى وأحسن جالية. لكن مع هذا أقول وبصوت عالي، إنها ستبقى جريئة، ستبقى منتجة بعون الرب وبعون الجالية. هذه الإذاعة ليست قراءة أخبار، لأن الأخبار موجودة على الساحة، وفي هذه الأيام لأن التكنولوجيا في هذه الأيام موجودة بتقنية بحيث تسمع الأخبار في كل ساعة ودقيقة. لكن هذه الإذاعة، إذاعة صوت الجالية، مواضيعها في قلوبنا وعلى الإنترنت ولا فيسبوك، والحياة التي عشناها لا يستطيع بثها في أي إذاعة ثانية، لا CNN ولا CBN، لأن هذه العمالقة همهم وغمهم
وين صار انفجار، وين صار اعتداء، وكم قتيل في ساحة الميدان. أما إذاعة صوت الجالية تقول لك أين كنت وأين أنت الآن، أو على الأقل تحرك من مشاعرنا في مواضيع حزينة وفي مواقف أليمة، وتقدم مساعدات إنسانية وأخبار حية من قلب الحادث المؤسف والذي بكت عليه كل البشرية. تليفون الإذاعة 248-557-3300. أرحب في كل آرائكم، وأنا آسف يمكن هناك أخطاء نحوية، لكن المهم أن تكون غير جارحة وأن تكون مفرحة. أبدأ بهذه القصة وبعدها الخطوط لكم تكون مفتوحة. كنا في تلكيف نزرع الحنطة والشعير والعنس، وكانوا إخوتنا اليزيديين يساعدونا في الحصاد، وكنا نسميهم أصحاب، أي كل مزارع عند عمال أصحاب كل صيف يأتون إلى تلكيف وينامون ويأكلون ويشربون في تلكيف إلى نهاية الموسم، إلى نهاية موسم الحصاد. هذه القصة هي من باب اللغة. أنا كنت شاب صغير وكان عندنا صاحب يزيدي، كل سنة كنا ننتظر حتى يأتي عندنا، ولا تصدق كم كانت فرحتنا عندما كان يأتي عمه ماله صاحبنا. وفد يوم وهو يحصد وأنا أتمازح معه طول اليوم، عندما أتينا إلى البيت ونحن نتعشى عدس أو هريسة أو برغل أو بقوتة، كان يسولف عم ماله مع أبي اسمه حناني. عم ماله كان لا يستطيع أن يلفظ حناني، قال: عم حنو، هذا ابن مالتك زلس، هواية زلس، أني يحصد وهو يشيل، أني ما يلحق على هذا شنو بيطوبات، هذا ابن مال أنت يقشمر على أني، حتى أني يقول كلام مفلق حتى يضحك على أني، وهذا ما يقعد راحة يقمز على ظهري، أني يحب هذا زلس سامي. أعزائي المستمعين، تليفون الإذاعة 248-557-3300، والذي يريد على الهواء يمكن، وعلى تليفوني الخاص 586-634-9919، وعلى الفيسبوك سام كاستو SAMKESTO. المستمعين، ما نقدر ناخذ تليفونات لأن اليوم مباراة، فأي تعليق على الفيسبوك بليز سام كاستو SAMKESTO. السلام شاكر من أجل العراق 6-6، رد بالك يا سلام، رد بالك يا شاكر، الآن تنتهي الحب الخضر يجري لك باش يهنيوك وتفرحوا مع بعض في حلقة اسمه انتصار. علي رضا تحت ضرب النار، في ضرب اختبار، في أصعب امتحان، سلام شاكر جول نعبر ضاعت سنخرج.
يا الله يا الله يا سلام يا شاكر يا شاكر جول. عراقي مر، العراقي مر، العراقي يعبر للسيمي فاينال. مبروك العراق، مبروك يا دول الوصول، مبروك بزاير الوصول، مبروك بتاريخ الوصول. العراق يعبر للسنائي، عادوا من بعيد. 7-6 7-6 إيران أوت العراقيين. العراق في المربع الذهبي، عقدة الربع النهائي تنتهي اليوم، عقدة الربع النهائي خلصت الآن بعد 4 إقصاءات في دور الثمانية. العراق تعبر، رضا على اليمين، سلام شاكر يسار، يبقى في ثوب البطل، يبقى يتوسم في ثوب الوصول. الله الله، العراق إلى نصف النهائي، العراق إلى نصف النهائي. انتهى الصوت وبحت الأصوات، 3 ساعات من الانتظار، 3 ساعات من انتظار الفرحة. المنتخب العربي العراقي يكسب الريان. الحمد لله يا العراقي، كنت معاكم في نهاية 2007 والسفاح، واليوم أعيش معكم، أو عيشتوني حلمكم، عيشتوني فرحكم، وشاركتكم الأفراح مثلما شاركتكم كل العرب من المحيط إلى الخليج. اللي حرمان المنام وبالله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحباب السلام وحميل بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام وبالله يا طير الحمام وبالله يا طير الحمام. فرح الدين يا بغنى وخذ وياك الحبيب اجمل كلام وقل له ما لحظة نسى والله يا طير البرار اللي تغني فرح الدين يا بغنى وخذ وياك الحبيب اجمل كلام. كانت مريمانة بهالحياة، أمك كانت مريمانة بهالحياة، وأمك كانت عيسى روح الله الحبيب. كنت أشم بأمي إنجيل المسيح واستشم موتها ريحة صليب. مرض مزمن موتك وما له علاج، يما أنا تمرضت ما جاية طيب. للطبيب الناس قالوا لي أروح، وأنا أدري الشغلة مو شغلة الطبيب. للطبيب الناس قالوا لي أروح، وأنا أدري الشغلة مو شغلة الطبيب. يما أنت البسمة والحب والوفاء، يما انتي النغمة وانا لها الرنين. انتي علمتي الحنين على الحنان، بمعنى اخر يعني اسم ام الحنين. الله. انتي علمتي الحنين على الحنان، بمعنى اخر يعني اسم ام الحنين. القرنفل، القرنفل كان من عندك غار، وكان مو بس هو حتى الياسمين. ردت تجيب الكون احطه بين ايديك، لان بس تشفت شي سعظيم السنين. الله الله عليك. أنا أجراس الكنائس من ترن، إذن غصباً على الإذن تسمع رنين. عندي أديان الله في نفس القياس، أنا ما ميز أبد دين على دين. أنا قدس حيل
يسوع المسيح وبكي كلش من يمر طار الحسين. الله. انا قدس حيل يسوع المسيح وبكي كلش من يمر طار الحسين. وعندي مريم اعلى من كل اعتبار ورغم ذلك حيل احب ام البنين. الله. وعندي الله. مريم اعلى من كل اعتبار ورغم ذلك حيل احب ام البنين. انا اريد بجاه كل من عنده جاه مثل الاول كون نرجع امنين. كون اذا جرحك كنيسه بقرقوش جامع بالنجف يشعر بالانين. الله. كون اذا جرحك كنيسه بقرقوش جامع بالنجف يشعر بالانين. وحلمت انا حلم كلش جميل وانا اتمنى الحلم يصبح يقين. احلمت بالجامع يصلي المسيح وبالكنائس جاي يصلي المسلمين. الله. احلمت بالجامع يصلي المسيح وبالكنائس جاي يصلي الله 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 عليك. سمعين نشكر الجالية لدعمها الى اعمالنا وكل عمل ناجح في الجالية هو ما يمثل نجاح الجالية اجمعها. لذلك اشجع كل ابناء الجالية ان تكون متعاونة متكاتفة وان تتعامل مع افراد جاليتك لانهم يفهمون لغتك. والمثل يقول لا تخلي خيرك يذهب إلى غيرك. وأعمالنا الناجحة والمميزة هي ماجيك فلاور بإدارة سحر قسطو في حلتها وتصاميمها الجديدة. وصلت لدينا كراسي الملوك للعروسين بألوان مختلفة وكذلك أحلى وأجمل شراشف وتشير كوفر لآخر موديلات سنة 2015. طبعا الأسعار لا تنافس والتوفير لك هو هدفنا لتبدأ حياة سعيدة وغير مكلفة. وكذلك يأتي هذا البرنامج بمؤازرة ماراثون 15 ميل ان جانار بإدارة مولود قسطو، بي بي 14 ميل ان دكوندر بإدارة هاني قسطو وديفيد وأميليو الميكانيك المعروف، 18 ميل ان ماونت لتصليح جميع سياراتكم. وكذلك بي بي على M59 and Hall Road بإدارة مارفن جيزي لكر بير واين وكارتات التليفون. وكذلك موبل 12 ميل راين بإدارة نشوان قسطو، ماراثون 12 ميل راين بإدارة نمير قسطو. ولا تنسون لتزيين بيوتكم بالستائر السحرية بأيادي سحرية منظر وانتصار حكيم ماجيك بلاينت ولكجري جرانيت يجعل مطابخكم تتكلم. وهذا البرامج يأتي بمؤازرة أسواق الجالية، أقدم أسواق في خدمتكم لسنين طويلة على المين 17 وراين بإدارة الأخ ثامر. وتستطيع أن ترى خارطة العراق التراثية بتصاوير جميلة من واقعنا العربي، وهذه التصاوير تضعها في البيت لأن الأولاد من حقهم أن يعرفون وطنهم ويتحلون بعاداتهم وتقاليدهم. وهي دعاية للإذاعة موجودة في جميع هذه المحلات والأسواق العربية، وهذا ما يذكرنا بوطننا وشعبنا البسطاء وخاصة أهلنا في شمالنا الحبيب. أعزائي المستمعين، هناك قوانين لا ندركها، لكن أقول لكم عندما تسافر إلى كندا أو إلى أي بلد ثاني ويكون في حوزتك إجازة سوق أو جواز أو أي وثيقة رسمية ليست لك، أي أن الوثيقة تكون لأخيك أو صديقك أو أي شخص آخر غيرك، هذا ما يعرضك إلى مشاكل في الحدود أو المطار. وهذا ما حصل إلى صديقي، هو يذهب إلى زيارة أخته في كندا وكان بحوزة جنطة أخته وفيها أوراق وجوازات لأخته. توقف الرجل 15 ساعة إلى أن أخذ الـ FBI تصويره وأرسلوه إلى شخص، وذهب الشخص إلى أخت صديقي وقالوا لها من هذا الرجل؟ قالت هذا أخويا، وعندها أطلقوا سراحة. أعزائي المستمعين، الجالية العراقية أحلى وأجمل جالية، ناس مثقفين، ناس متفائلين، ناس ناجحين، يأخذون بيدهم تراب ويصنعوا منه ذهب. لكن المشكلة هي أن هناك التغيير في صفوف الجالية، وهذا التغيير هو السبب. من يريد أن يستغل الجالية يقوم بنهب وسلب عقول وشخصيات وأملاك الجالية بصورة قانونية بالعافية. تقول يضحكون علينا ويستغلون لطفنا وهم بارعون في ذلك. عندي قصة جميلة في هذا الموضوع. اثنين سافروا إلى أمريكا وطال الافتراق، وبعد سنين طويلة التقوا وكان سرورهم وفرحتهم كبيرة عندما علموا إنهم جيران وبينهم مسافة قصيرة.
واحد عزم الثاني إلى نادي، وكان ذلك اليوم أسعد يوم في حياتهم، وسوالف وضحك وذكريات وآهات وصفنات إلى أن سكروا الاثنين. وصلهم تاكسي إلى باب البيت، وبدأوا يتباوسون أمام الباب، وهذا يتكي على الثاني ويقول لازم تدخل، وهذا يقول إذا ما تدخل لازم أني أوصلك. وصل ومشى للبيت لأنهم جيران، وعندما وصل هناك نفس الشيء يقول صاحب البيت إلى الثاني لازم تدخل، إذا ما تدخل لازم أني أوصلك. وهكذا الليل كله هذا يوصل هذا وهذا يوصل هذاك، إلى أن واحد صاحب تاكسي شافهم أخذ واحد، والثاني قال لازم أنهم أجي وياك حتى أوصل صديقي. وهكذا نفس الشيء التاكسي يروح من بيت هذا الصديق إلى بيت هذا الصديق، من هالبيت إلى هالبيت، والعداد يمشي إلى أن صحوا. قالوا لصاحب التاكسي إيش دعوة، ما تستحي الليل كله تجيبنا وتودينا، أنت استغليت الوضعية. ولا حدا استفاد غير أبو التاكسي وأبو النادي بسبب عواطفنا التي نضعها أمام كل شيء في حياتنا. أعزائي المستمعين، أبناء الجالية المحترمين، نأتي إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم، وأملي أن ألتقي بكم إن شاء الله في مساء كل يوم جمعة بحلقة مشوقة جديدة لتقديم المزيد لخدمة الجالية. أنا سام قسطو من إذاعة صوت الجالية، هذه إذاعتكم، منكم وإليكم، ورحب في جميع آراءكم وانتقالاتكم، واتصلوا معي على الفيسبوك سام كاستو SAMKESTO، وأنا في خدمة الجالية. وشكر خاص للأخ جورج عربو. والآن تستطيعون تسمعوا كلام الرب من الكتاب المقدس من إذاعة ينبوع الحياة، أبونا حنا سلاقة، ونطلب منه من البركة. وإلى اللقاء، والرب معكم دوما. كيبان 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 نو اخوانا مثلي لو دينا لنقل تاج بقوينخ، انا مثلي لو دينخ لنقل تيد بقوينخ، لو بسكخ ديل وكوما بريمخ قالا بزاموما، لا قبت قدام خد ليلك عاجب لصفاح بيوما. كيبا كيبا خطان مليزي وانا وين شان ليلى يببطانا، وخطان مليزي وانا وين شان ليلى يببطانا، بزال الجدة زاريفة بزال الجدة مسكانتي، وتادو زالان غرمانا بلا نختي وابدي.